والله أنا بقول مبروك للاتفاق وهارد لك للتعاون رغم أن المباراة تعادل، لأنه لم يقدم الاتفاق أي شيء في هذه المباراة يستحق هذه النقطة عليه. في المقابل التعاون كان أفضل في الشوط الأول، 4 فرص سجل. في اعتقادي إذا كان في نجم للشوط الأول فهو مارك رودك حارس الاتفاق، اللي استمر على مدار الشوطين في أنه يكون نجم في استخلاص الفرص اللي تحصل عليها التعاون. التعاون قاعد يتطور شيء في شيء. أفضل مباراة له أنا شفتها في على الأقل في خلال مرتين ثلاث الماضية فنيا. في المقابل الاتفاق في اعتقادي يحتاج مدرب غير جيرارد. مسألة أنه إحنا نصبر على جيرارد في اعتقادي غير مجدية تماما. تتكلم عن مدرب لبيت طلباته في الفترة الصيفية الأولى اللي حضر فيها، عسكر مع الفريق، شفنا الفريق الموسم الماضي الشتوية نفس الحكاية، دعم كبير جدا، استقطاب لاعبين لم يقدم شيء. في اعتقادي لولا تراجع بعض الفرق في الموسم الماضي لما كان الاتفاق حصل على المركز السادس. الموسم الحالي اخترت لاعبين، أشرفت على المعسكر، الفريق لا جمل فنية لا شخصية لا شكل لا استثمار الكور الثابتة لا وضوح لشخصية الفريق والأسلوب التكتيكي اللي جالس يلعب فيه. عنده لاعبين في اعتقادي يكون الفريق أفضل بمراحل باللاعبين الموجودين. لم يستطع تماما أن يظهر الفريق بشكل مختلف بشكل رائع. جيرارد اللاعب الرائع الكبير اللي الكل يستمتع فيه ما هو جيرارد المدرب. في اعتقادي جيرارد قاعد يتدرب على الاتفاق، بل يقلل من الاتفاق في تصاريحه في المؤتمر الصحفي الماضي. يتكلم يقول احنا قاعدين نجيب، يشبه بأنه لما تشتري فيلا وانت جايب لعيبة من دكة الهلال والنصر. ترى على فكرة انت اليوم تلعب بثمانية محترفين في الدوري السعودي يا جيرارد، ترى اللاعب اللي تتكلم عنه أساسي في المنتخب السعودي واحد زي عبد الله رديف. في المقابل كان عندك لاعب زي خالد الغنام اللي يرى الهلال بخصص مدرب الكبير انه يحتاجه وانه يستثمره، استغنيت عنه، لم تمنح الفرصة الموسم الماضي. الخطأ او التقليل او الضعف منك مش من لاعبينك. لذلك يعني احنا عذرنا الإدارة الاتفاقية صراحة الموسم الماضي، قلنا شكرا لكم انتم سويتوا كل شيء، لكن في المقابل انتم وقعتوا مع جيرارد ل 27 ما اعرف على اي اساس. لذلك اما ان يصحح مساره ويكون في جلوس معاه فني لمناقشة فنية واضحة، الفريق ما له أي هوية، أو أنه رحيل جيرارد لأنه جيرارد قاعد يقلل من كيان كبير اسمه الاتفاق. هو يتوقع نفسه جاي يدرب نادي على هامش الظل في الدوري السعودي، وهذا أمر ما هو صحيح تماما، لأنه كثير التقليل من الاتفاق في المؤتمرات الصحفية اللي جالس يتكلم فيها جيرارد. لذلك اليوم ما حدث اليوم أنا بالنسبة لي غير مستغرب، ولن أستغرب، ما أبغى أكون متشائم، ولكن ما ممكن ما استغرب انه يطلع من الجبلين المباراة القادمة في الكاس. لذلك على إدارة الاتفاق انها تكون لها وقفة حازمة مع جيرارد المدرب، مش جيرارد اللاعب. لكن اذا انتم تتكلمون مع جيرارد اللاعب فجيرارد اللاعب اعتزل. اليوم احنا امامنا في الدوري السعودي تجربة مدرب لم نرى. لا، ما اعتقد ان احنا دون تقليل من الاتفاق لما يغير احد الأندية الكبيرة مدربة، ما اعتقد ان احنا اقل منه لما نشوف ان احنا خطأ ان احنا نغير المدرب، لانه وصلنا الى مرحلة لن يصل فينا بعيدا امام الدعم المالي الكبير اللي حصل على الاتفاق. بو أميرة.